من داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، كانت الفعالية التضامنية هذه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، ومع الأسير المريض والذي يقترب من فقدان حياته ناصر أبو حميد بشكل خاص. كان هؤلاء المتضامنين يعتبرون المؤسسات الدولية والحقوقية ممرا للوصول لحرية الأسرى وتخفيف معاناتهم، إلا أن هذه النظرة تغيرت مع ازدياد عذابات الأسرى. المؤسسات الدولية للأسف تمارس نفاق عالمي وازدواجية في المعايير. لو كانت صادقة لوقفت بكل قوتها الآن إلى جانب الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض مستفحل ويحرمه الاحتلال في آخر لحظات حياته من التواجد مع عائلته. وللأسف المجتمع الدولي لا يقوم بما يجب عليه لوقف الاعتقال الإداري المحرم في كل العالم ويتراجع عن الاعتقال الإداري. لا تختلف مطالب المتضامنين داخل المقر أو خارجه، فكل الأصوات هنا تنادي بحرية الأسرى وتوحيد الجهود لإيقاف سياسات الاحتلال المختلفة بحق الأسرى الفلسطينيين. هذا التضامن يعني نحن نعتبره جيد، ولكن لا يرقى إلى الحد المطلوب في أسير بطل، هو وأخوانه 5 محكومين مؤبد وهو يصارع الموت في اللحظات الأخيرة، وإدارة السجون تحرم أمه بأن تودعه وتقبله في لحظات الموت وسكرات الموت الأخيرة. هذا التضامن يحتاج إلى عمل جماهيري كبير جدا أكثر مما هو موجود الآن، وهذا لا يرقى إلى الحد المطلوب. مرضى يعانون من أمراض مزمنة. ويذكر أن هناك قرابة 4600 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري والعديد من السياسات التي يحرمها القانون الدولي. فعالية أسبوعية تنظم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل تضامني مع الأسرى، لا سيما الأسرى المرضى منهم. وتبقى هذه الفعاليات تنتظر أذانا صاغية تستمع وتستجيب لمطالب المتضامنين. محمد أبو ناموس الغد، غزة، فلسطين.